على الرغم من انه الثورات العربيه يعني الان صار مضى عليها 10 سنوات، تجاوزنا احنا يعني بيناير، احنا الان في مارس، بعض الناس لا زالوا يعيشون في لحظه انطلاق الثورات، مع انه العشر سنوات اللي عدت هذه حصلت فيها من الاحداث الجسام والمتغيرات، يعني ما ايش بيقولوا، يعني شيء مهول يبيض له شعر الوليد كما يقال. الآن الحقيقة في مجموعة من المتغيرات احنا بنشهدها خلال الشهور من يمكن ربما من الصيف او قبل الصيف، لا علاقة بما يحصل في تركيا، لا علاقة بتبدل الإدارة الأمريكية، لا علاقة الآن بالمصالح الخليجية، لا علاقة بمجموعة، لا علاقة حتى باتفاقيات أبراهام اللي وقعها نتنياهو بمباركة ترامب مع عدد من الدول العربية، لها علاقة بالتنافس اللي حاصل في شرقي المتوسط على ثرواته، وكل واحد عاوز يشوف النصيب بتاعه وحصصه، ولا علاقة بالتحالفات التي تشكلت. وأخطر هذه التحالفات اللي كان يمكن أن يضر بتركيا ضررا كبيرا، اللي هو التحالف اللي فيه اليونان وقبرص والكيان الصهيوني ومصر، وتدعمه الإمارات وفرنسا إلى أن حصل الحسم طبعا في ليبيا. فلما كل هذه الأحداث بتحدث، وكمراقب لا تأخذها بعين الاعتبار عندما تحلل تطورا من التطورات، الرؤية بتتوه والتحليلات بتكون أبعد ما تكون عن الصواب. وأنا سعيد أنه اليوم معنا الدكتور أيمن، لأنه عاوزين نفهم منه حقيقة ما الذي يجري فيما يتعلق بملف العلاقات التركية المصرية، ماذا يعني هذا التقارب، الموقف التركي يبدو من تصريحات مسؤوليه أنه لطيف بنعم، يعني بيستخدم لغة دبلوماسية، الموقف المصري ملتبس لأنه الإعلام المصري ظل، يعني إعلام النظام المصري ظل حتى وقت متأخر بيخوض نفس المعركة مع تركيا ومع من يعتبرهم حلفاء تركيا. ثم جاءت قضية القنوات المصرية التي لها مكاتب أو لها نشطاء في تركيا، وحدثت كل هذه البلبلة. تمام يا دكتورنا، يعني والحقيقة هي العلاقات المصرية التركية هي دائما تمر بحالة من حالات التقدم والتأخر منذ سنوات، ودائما هناك ملفات تبدو وكأنها يعني ملفات ساخنة بين القاهرة وأنقرة، وربما ده يعني يعود لسنوات بعيدة منذ حلف بغداد، منذ تباين الموقفين المصري والتركي في مرحلة الحرب الباردة. لكن حتى في أسوأ الأوقات التي مرت بها العلاقات المصرية التركية على مدار نصف قرن أو يزيد، الحقيقة كان دايما في ملفات فيها تقارب وكان في ملفات فيها تباعد. يعني مثلا الموقف من حرب السويس 56، يعني إذا كان أظن حلف بغداد كان 55، اللي هو كان قمة التباعد بين الطرفين. في 56 كان في تقارب في حرب السويس، إما نتيجة الموقف الأمريكي المختلف أو غيره. قضية القدس مثلا دائما في ظل، رغم أن تركيا اعترفت بقيام إسرائيل إلى آخر المسار التاريخي المعروف، لكن دائما كانت قضية القدس وما يتصل بها من مواقف دولية، كان هناك تنسيق مصري تركي أو عربي تركي في مثل هذه الملفات. في أظن في 98، في ظل ما كانت العلاقات المصرية التركية متوترة في نهايات مرحلة مبارك، لكن مبارك تدخل لتهدئة ما بين سوريا وبين تركيا بسبب الموقف التركي من الأكراد وغيره، بمعنى أن الملفات المنفصلة أحد المسائل الواردة في ملف العلاقات المصرية التركية.
بمعنى أن وجود قضايا خلافية مسألة واردة أن تبقى وأن تظل بسبب موقف تركيا المبدئي من قضية الانقلاب الذي حدث، والذي أتصور أن تركيا لن تغير موقفها. بمعنى نحن مش هنسمع مثلا أن تركيا تقول أن الذي حدث في 2013 ده لم يكن انقلاب، لا، لا أتوقع هذا من السياسة التركية ولا من القيادة السياسية التركية. لكن هناك ملفات قد يكون فيها تقارب، زي ملف شرق البحر الأبيض المتوسط، حيث أن هناك بالفعل علاقات أو مصالح مشتركة للشعبين في قضية الملف الخاص بشرق البحر الأبيض المتوسط. كذلك الملف الليبي قد يكون هناك نقاط تلاقي، وأظن ده واضح في التطورات الأخيرة حتى في الموقف المصري الذي تراجع 180 درجة في الملف الليبي، وتعامل وكأنه لم يكن يؤيد حفتر ولا يعرفه ولم يراه قبل كده. الحقيقة كل هذا يؤكد إن هي فرنسا دكتور الآن عاملة نفس الشيء تقريبا. الحقيقة فرنسا كمان وكأنها ما كانش معها خبر. بالضبط. دكتور ياسين حياك الله، كيف الحال؟ والله أنا سلام، السلام عليكم. انضم لينا الدكتور ياسين. يا اهلا وسهلا، يعني واذا حضر الماء بطل التيمم يعني. لا لا تفضل دكتور. انت الماء ونحن التراب يعني. العفو يا دكتور. يعني انا عايز اقول حضرتك ان انا شخصيا مؤمن ان تطور العلاقات المصريه التركيه مساله ايجابيه في الملفات التي يمكن ان تفيد الشعبين، والتي لا تتصادم مع قيم الدولة التركية ولا ما تمثله الدولة التركية للمضطهدين، ليس فقط في مصر لكن في العالم كله. وعايز أقول كمان أنا شخصيا، وبعت لحضرتك فيديو النهاردة أتمنى تكون شفته، أنا في 2016 في ندوة كانت مشتركة بيني وبين المرحوم جمال خاشقجي في معرض الكتاب هنا في إسطنبول، تحدثت في 2016 عن ضرورة تحسين العلاقات بين تركيا وبين مصر، لأنها علاقات تفيد الشعبين. ومن هنا أنا بعتقد أن التصور الذي يعني يتم تصديره سواء كان في إعلام الإمارات أو في الإعلام الفرنسي أو في الإعلام المصري تصور غير صحيح. هناك تلاقي في بعض الملفات، هذا صحيح، هناك طلبات لتحسين العلاقة من الجانب المصري، هذا أيضا صحيح، لكن هناك تطابق وتصالح كامل، وأن هناك رغبة من تركيا في تقديم كل شيء وأي شيء في مقابل تحقيق هذا التقارب، هذا كلام غير صحيح. وهو السبب في هذا دكتور أيمن إذا سمحت لي، السبب في ذلك أن الناس تعودوا على ما يحصل في العالم العربي. في العالم العربي إذا كان في نظامين متحاربين، وإحنا بنعرف كيف زمان نظامي حزب البعث، نظام حزب البعث في دمشق وفي بغداد، كيف إنه هذا بيدعم معارضة هذا وهذا بيدعم معارضة هذا، وإذا تصالح النظامان بيسلموا المعارضين لبعض. فالناس يعني صابهم نوع، ربما نوع من الرعب والهلع، لعلنا نسير بهذا الاتجاه. والله يا دكتور، هو الحقيقة التراث العربي يسمح بهذه المخاوف، لكن احنا امام الحالة التركية اللي هي الحقيقة مختلفة تماما. وانا خلال 7 سنوات اعتقد لا اذكر ان هناك واقعة تسليم واحدة تمت لمصري معارض الا شاب مصري، وكانت الواقعة بالخطأ واعتذرت عنها الدولة التركية، وكان خطأ اداري من موظف المطار او ضابط في المطار، لكن لم يكن هناك أي حديث في تسليم، لم يكن هناك أي حديث له علاقة حتى بإغلاق القنوات. مين اللي روج لهذا الكلام يا دكتور عزام؟ الذي روج لهذا الكلام هو إعلام الإمارات. يعني أنا كنت بسمع في إعلام الإمارات في الأيام القليلة الماضية أنه تم إقامتي إقامة جبرية في بيتي، وأنه تم مصادرة أموالي واحتمال ملابسي، وان انا ساعود بشريط احمر الى حظيره السيسي.
الحقيقة يعني لم يحدث هذا كله. هم نفسيهم اللي روجوا عن أردوغان أيام ليلة الانقلاب إنه هرب. يا دكتور، ده بيطلعوا إشاعات اللي هي صحيح. يعني تكذب نفسها. يعني مرة طلعوا إشاعة أن رئيس أردوغان يعني توفى. طب يعني دي إشاعة هيتم إثبات عكسها بعد 5 دقائق. دول ناس لا تستحي من الكذب، ناس تكذب كما تتنفس. وبالتالي أنا بعتقد أن المبالغة هي نوع من أنواع الانتصار الوهمي الذي سوقه السيسي وإعلام الإمارات لجمهورهم في الشرق العربي، من منطلق أن تركيا ركعت لشروط السيسي، وأن السيسي الذي لم ينتصر في أي شيء هو انتصر على تركيا، هو الانتصار الوحيد اللي هم بيروجوه الآن. هذا كذب. ما حدث بشأن القنوات، وأنا شاهد عليه أنا شخصيا، لأن أنا اللي حضرت الاجتماع مع الجهات المسؤولة التي طلبت حضوري بصفتي رئيسا لاتحاد القوى الوطنية المصرية وبصفتي مالك أحد هذه القنوات. الكلام كان مهذبا محترما لأقصى درجة، كلام لا يمكن أن يرفضه أحد. يعني أنا لو قيل لي أي كلام كان ينبغي أن أرفضه كنت هرفضه. لحد طلب إغلاق القنوات، لحد طلب مثلا أن أنتوا تمتنعوا عن المعارضة والنقد. الكلام كان يعني الالتزام بالقواعد العامة والالتزام بأداب النقد، النقد الموضوعي. كان عندنا إشكالية عشان يكون واضح وصحيح. هو برضو يا دكتور تفضل يا فندم. لا لا أنا بس كنت بقول إذا كان في تركيا الإعلام التركي ينتقد الدولة التركية ويعارض ولا أحد يطالب بالسكوت، فمن باب أولى حتى لو حدثت مصالحة أو تقارب بين تركيا ومصر، ليس من المعقول أن تطلب الدولة التركية من المصريين أن لا يعارضوا مصر إذا كانت لا تطلب من مواطنيها أن لا يعارضوها هي نفسها. والله يا أستاذ محمد، أنا الحقيقة أنت يعني أصبت الهدف. هو الحقيقة كان في مشكلة، عشان برضو الأمور ما تبقاش وردية أكثر مما ينبغي، كان في مشكلة في هذا اللقاء. أن أنا سألت يا جماعة، طيب تخفيض اللغة أو تهذيب اللغة ده معاييره إيه؟ يعني أقدر أحتكم لإيه؟ وقلت لهم عندي مثلا نموذج الجزيرة، هل تقبلوا بنموذج الجزيرة؟ وكان في مصالحة العلا وفي كل حاجة، هل تقبلوا بهذا السقف؟ فالحقيقة ما كانش عندي إجابة. فقلت لهم طب هل تقبلوا بالسقف اللي الرئيس أردوغان بيسمح به لمعارضي وقنواتهم إن هم ينتقدوا فيه؟ هل ده السقف المقبول؟ الحقيقة برضو ما كانش عندي إجابة، وده كان شيء محير. فطرحنا فكرة المعيار الوحيد أو المقياس المعياري الوحيد الذي يمكن أن نفهمه هو مواثيق الشرف الإعلامي. وبعد كده في اليوم الثاني مباشرة خرج أسامة هيكل وزير الإعلام المصري وقال إحنا بنرحب بالموقف التركي اللي أجبر القنوات المعادية اللي هي إحنا معرفش معادية لإيه، أجبرهم على الالتزام بمواثيق الشرف. يعني بمعنى أن السلطات المصرية قابلت بهذا المعيار. وخرج مسؤول تركي لم يعني يكشف عن اسمه، قال أن الحديث في إطار مواثيق الشرف. طيب إحنا متفقين، ومن يرفض هذا أنا بقول هو يخون مهنته ويخون أمانة عمله، وإحنا أول الملتزمين. ولو لم تلزمنا السلطات التركية بهذا سنلزم أنفسنا بهذا، لأن ده جزء من مهنيتنا وحرفيتنا وجزء من مصداقيتنا وجزء من رغبتنا في مواجهة شريعة أو في مخاطبة شريحة الحقيقة كان أحياناً يزعجها بعض التصرفات الصغيرة أو الألفاظ غير المناسبة، وأنا شخصياً من هذه الشريحة. فأنا بقول هذا الذي حدث حتى الآن هو خير. إذا تجاوز هذا الخير ما نتمناه ودخلنا في منطقة أخرى لدينا خيارات أخرى، لكن طول ما فيش يعني غير هذا المطروح إحنا ملتزمين به كقنوات مصرية بل وكمعارضة مصرية، ونرى هذا شيء طيب، ونتمنى أن تركيا تتحسن علاقتها أكثر وأكثر بمصر وبالشعب المصري، لأن تركيا وسيط نزيه ونحن ما زلنا وسنظل في حاجة
لوسيط نزيه لحلحلة الأزمة المصرية. أنا فقط عندي سؤال للدكتور ياسين، وحياك الله دكتور ياسين، مشتاقي لك. أنا الحقيقة سؤالي أنه هل هناك أمر حدث أو تطور طرأ في هذه الفترة الذي دعا لمثل هذه الخطوة؟ أنا أتفق تماماً مع ما ذكره الدكتور عزام والدكتور أيمن في مسألة أنه في نهاية المطاف تركيا تتصرف كدولة. الأنظمة العربية والثقافة اللي هي سائدة في المناطق العربية الحقيقة هي الدول لا تتصرف كدول، إنما تتصرف أحياناً كثيرة كعصابات للأسف الشديد، ولكن دولة تركيا تتصرف كدولة. ولكن ما الذي دفعها في هذا الوقت إلى مثل هذا الإجراء؟ يعني أعتقد أحياناً يجري في تركيا عندما تركيا تكون في 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 أي وشك قرار أو في وشك أي تغيير سياسة، يعني يحصل بعض التشاور بين السياسيين والإعلام، ويعني الإعلام المتعلق به، ونحن يعني نحن نشهد أحياناً في تركيا في مكافحة تركيا مع الإرهاب، أو في حتى في مكافحة تركيا وزارة الإعلام ووزارة الأسرة عندما تعاني من شيء يجمع، يعني يكون الإعلام جزء من الحكومة وجزء من الإدارة. يعني هذا لا يعني طبعا تركيا الحكومة تحكم على على الإعلام وتسيطر عليه وتأمرهم بشيء، لا، هذه يعني يجعل هذا التشاور يحصل أحيانا في بعض المشاكل عشان يكونوا المبادئ، يعني حسب المبادئ الإنساني في مكافحة الإرهاب على سبيل المثال في تركيا، الذين كانوا كل يوم يقتلوا الأناس، يعني كانوا وزارة الإعلام كانت تذكر أن لا يظهر الجثث في الإعلام على سبيل المثال. مثل هذا المعايير كان يحصل، يعني وهذا هذه معايير دولية، هي معايير دولية عالمية، نعم، ولكن أحيانا يمكن أن يذكر للقنوات أو للصاحبين القنوات بشكل ما، ولكن هذه جدا يعني هي نادرة، يعني في حالات طوارئية يعني. ولا الآن يعني كما رأينا التواصل بين مصر وتركيا بعد ما حصل التواصل، يعني يبدو أن جاء من طرف مصر بعد يعني أنا لا أستنكر ولا أستبعد الاحتمال الذي جاء من طرف مصر في هذا الحوارات أن في يزعلهم بعض الإعلام المصري المعارض في تركيا، ولو أنا يعني ربما أدرى أستاذ أيمن نور أدرى بهذه، ولكن أنا أعتقد لا يوجد أي جهات يعني تعاقب وتراقب ماذا يبث الإعلام المصري من تركيا. لو لا أكون أنا شخصياً أتابع الأخبار والقنوات وبعض البرامج القنوات، أعتقد في تركيا لا يوجد أي قناة من يتابع، لأن هذا القنوات مستقلين يعني وعلى حالهم يعني. والآن لو لا يأتي أي إخطار من بعض الدول، مثلاً من أحياناً كانت من المملكة أو من الإمارات، كانت تركيا تذكر، كان يقول لتركيا في القنوات المصرية يعارضون كل يوم، وكان تركيا جهات تركيا يسألني أنا شخصيا هل في هذا الشيء، أنا قلت أنا لا أسمع هذا الشيء، يعني ما في تركيا جدا هذا في فراغ في هذا الشأن، يعني في شأن في قنوات تركيا، القنوات التركية الذي يبث من تركيا مسجلين رسميا في مراقبة ومتابعة من وفي نظام وفي لجنة التي تراقب وتحاسبهم، يعني لو لا يحاسبوا على سبيل المثال المعارضة حرة، التنقيد حر، ولكن لو يحصل أي شيء خلاف المعايير الإعلامي أو الإعلام المحايد، أو يحصل شيء مثلا بعض الانتهاكات والقواعد، على كل حال الإعلام ليس بدون قواعد، يعني له قواعد وله بعض المعايير وبعض المبادئ، لو مثلا يحصل شيء اكثر من تنقيد، يعني يمكن انتهاك حقوق شخص او فرد في يعني يتجاوز التنقيد حر، ولكن النقد حر، ولكن اكثر من النقد يسخر او يجاوز حقوق اي فرد مثلا على سبيل المثال،
في هي زي المحكمة يعني اللجنة تعمل زي اللجنة وتحاسب، ولكن وكل الإعلام في تركيا الذي هو مسجل ويبث من قبل التركسات هو تابع للرتوك، هي رتوك راديو تلفزيون، لجنة العليا للراديو والتلفزيونات يعني التلفازات. الآن لا، القنوات العربية المصرية ليست تابعة لهذه المؤسسة يعني لأيش، لأنه هذا رغم أن يبثوا من تركيا ولكن ليسوا تابعين لنظام الإعلام التركي. لو يحصل أي انتهاك في المعايير لا يوجد أي شيء للمراقبة يعني، ويأتي شكوى من أي شخص، لأن القنوات لهم هذا القدرة وأن يجاوزوا حقوق بعض الأشخاص في بثهم، في يجاوزوا حدود التنقيط ويصلوا إلى مرحلة هجوم على شخصية أو على كرامة بعض الأشخاص يعني، ولا بد التنقيط لا يصل إلى لا يجاوز هذه المرحلة. وللقنوات العربية لا يوجد هذه المعايير، ربما يعني هذا ربما أصبحت وسيلة للمسؤولين الأتراك يعني يتفكروا عن هذا الشيء لو يحصل هذا الشيء. على كل حال لو الآن بعدما تكون في ولو نحن لسنا بعلاقة قريبة مع بعض الدول، ولكن هذا لا تعطينا الحق لنجاوزهم أو لنهاجمهم أو أي إعلام يهاجمهم بدون. إذا سمحت لي دكتور ياسين، هو ليست المشكلة في أنه أي دولة في العالم تشتكي على جهة إعلامية أو تطلب مطالب معينة. هو المفروض يكون في منظومة بناء عليها أن يحتكم الناس إليها. يعني أنت ما الذي تطلبه تحديدا؟ بالضبط. يعني هذا عبارة عن ما أقصد يعني في هذا الحالة. الآن الإعلام المصري والعربي، ليس الإعلام المصري فقط، الإعلام المصري والعربي والفي اليمنيين والعراقيين والسوريين والليبيين كلهم لهم هنا بعض المكاتب للبث من تركيا، ولكن هم ليسوا تابعين لنظام التركي لأنهم يبثوا من النايسات، يبثوا من الهوتبورت، من بعض الأقمار الأخرى غير تركسات. يعني لو ليسوا تابعين للتركسات لا نستطيع أن نفعل أي شيء، ولكن هذا تكون أحيانا موضوع للشكوى من عنا. وربما هذا كان لتذكير بعض القنوات، ربما سيكون نظام جديد أن يجمع كل القنوات، هذا هو فراغ جديد، هذه حالة جديدة. لأن بعد العشر سنوات، منذ عشر أو خمس عشر سنوات، القنوات هي موضوع جديد لتركيا، ما كان يوجد هذا الحالة، وهذه هي التطور الجديد يعني في تركيا. وربما الآن زيادة العدد، يعني أعتقد الآن لا يقل عن 25 قناة في تركيا الآن يبث من تركيا، غير تابعين لنظام التركي ولكن هم يبثوا من تركيا. ربما نجعل يعني تأسيس نظام جديد للإعلام الأجنبي أو للإعلام إيش تقول الدياسبورا يعني، ربما نعم الشتات. كان في زمان، كان في فكرة زمان إنه تركيا، أو سمعنا إنه تركيا كان عندها فكرة إنه تعمل مدينة للإعلام، بحيث إنه كل هذه المشاريع يعني تبث من هذه المدينة الإعلامية. هذا الاقتراح أيضا هو مطروح يعني الآن، وربما يمكن بالتأسيس بتنظيم هذا، ولكن الآن في فراغ في التنظيم يعني. وأعتقد من جمع ومن أراد أن يذكر، عندما يأتي الشكوات نحن السلطات التركية يذكرها في هنا إعلام عربي، وهذا يسبب بعض المشاكل بيننا بين بعض الأشخاص. ولا من يشكي من تركيا لا يلاحظ بأن في تركيا في إعلام حر، وهذا الإعلام الحر كل يوم ينتقد، كما أستاذ أشار إليها، كل يوم ينتقد حكومة التركية، ينتقد رجب طيب أردوغان الحاكم بكل شدة يعني عندما تروا بكل حد يعني الإعلام كل يوم، في إعلام جانب أردوغان وفي إعلام ضد أردوغان، والإعلام ضد أردوغان كل يوم يعني يعني هو ينتقد لحد أكبر في إلى الأردوغان. إذا تسمح لي، أنا الحقيقة دكتور ياسين، يعني إذا أنا أود أن أوجه الحقيقة رسالة تهنئة لدكتور أيمن وعبره إلى كل قنوات المعارضة التي يبدو أقضت مضجع نظام السيسي
من منفاها في إسطنبول، هذه القنوات التي جعلته يعني هو يدفع باتجاه الحقيقة. هذا بذاته إنجاز، يعني أنا باعتقادي من أفضل الإنجازات التي تحققت ربما في الحالة الثورية المصرية، وهذه ينبغي أن تسجل. أنا مستغرب الحقيقة، النقاشات التي جرت بعد الخطوة هذه كانت نقاشات أنه يعني ينبغي محاكمة هذه المنصات، وينبغي أنه ننظر في أنه رسالتها وهذا البرنامج ده. بينما في الواقع أنا من وجهة نظري أنها أكبر دليل على تحقيق إنجاز كبير جدا في الحالة الثورية المصرية، ينبغي أنه يشاد به. فألف مبروك يا دكتور.